قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا وطمنا على حالة الطقس وكمان تعرفنا أسعار العملات والدهب. صباح الخير عليك ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير بسنت. الحقيقة شاذلي في النهاردة ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، ولكن ابتداء من بكرة هتنخفض درجات الحرارة. النهاردة القاهرة بتسجل 37، امبارح سجلت 34. طيب عظيم، كويس إن الارتفاع ده مؤقت، وكويس إنه يوم جمعة كمان يوم أجازة. الحمد لله. صباح الخير عليكم مشاهدينا، تعالوا دلوقتي نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.78، أما الشراء فسجل 18.71. اليورو البيع سجل 19.74 والشراء سجل 19.65. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23 جنيه وقرش، أما الشراء فسجل 22.91. الفرنك السويسري البيع سجل 19.48، أما الشراء فسجل 19.39. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي البيع سجل 31.34، أما الشراء فسجل 60.93. والدرهم الإماراتي البيع سجل 5.11، أما الشراء فسجل 5 جنيه و9 قروش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 861 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1004 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1147 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8032 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال سيناء، وفي نشاط للرياح على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في نشرة جوية، ولكن بعد شوية.